ارتفاع كبير في واردات السودان من السلع والمواد الغذائية. شركة الكهرباء تعلن خروج محطة أم دباكر الحرارية عن الخدمة. مجموعة السبعة تتبنى خطوات صارمة لمقاطعة النفط الروسي. المشاهدون الأفاضل عبر قناة السودانية 24 ومستمعو إذاعة السودانية 24 على الموجة 93.6 FM، مرحبا بكم في الحدث الاقتصادي. ونستهل بحزمة من الأخبار المحلية الاتحادية، ونقدم بعده طائفة من أخبار الولايات، ثم نختم الحدث بحزمتين من الأخبار الإقليمية والعالمية، وتذكير بأهم العناوين. قفزت قيمة واردات السودان من السلع والمواد الغذائية إلى الضعف، وأشار تقرير للتجارة الخارجية صادر عن بنك السودان المركزي إلى أن قيمة واردات السودان خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 900 مليون دولار، وهي تعادل الضعف مقارنة بالواردات العام الماضي لذات الفترة التي لم تتجاوز 440 مليون دولار أمريكي. وقد نال القمح نصيب الأسد من الأغذية المستوردة، حيث بلغت قيمته أكثر من 327 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة دقيق القمح نحو 40 مليون دولار حسب الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي بصفة ربع سنوية. ضمت الواردات الزيوت الحيوانية والنباتية ومنتجات الألبان والعدس والفاكهة ومنتجاتها. أعلن مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال شوقي حسنين تخفيض الرسوم المسجلة التجارية من 5% إلى 1% بتوصية من سلطة تنظيم أسواق المال. وأشار مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال أن وزير المالية والعدل وقع وزيري المالية والعدل وقع قرارا تم بموجبه تخفيض رسوم تسجيل الشركات. وأوضح أن الشركات في السودان تواجه العديد من التحديات في تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية، وذلك لعدد من الأسباب من ضمنها رسوم المسجلة التجارية. أضاف أن سلطة تنظيم أسواق المال عكفت على معالجة هذا التحدي. وأعلن مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال تعميم التخفيض لجمع جميع الشركات سواء كانت مساهمة أو مساهمة عامة أو خاصة، على أن يتم بحث ميزات ومحفزات لشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية في القريب العاجل. قال متعاملون في النقد الأجنبي أن العملات الأجنبية استقرت خارج الجهاز المصرفي اليوم الثلاثاء عقب ارتفاعها خلال اليومين الماضيين. وقال متعاملون في سوق العملة إن متوسط صرف الدولار استقر عند 570 جنيها، وفي وقت سابق أرجعت مصادر اقتصادية الاستقرار الحالي للعملة على الرغم من التباين البسيط ما بين ارتفاع وتراجع طفيف إلى الركود، بجانب استمرار رفض السوق المصرفي بالعملات الأجنبية عبر البنوك لتلبية متطلبات الاستيراد، ما قاد إلى تراجع نسبة الطلب مقابل العرض. فيما كشف متعاملون في النقد الأجنبي خارج المصارف عن ركود الأسواق في قطاع السلع التموينية والخدمات والنقل والوقود انعكس على سوق العملات، ولم يعد هناك طلب مرتفع على الدولار الأمريكي لغرض الاستيراد. شهدت أسواق الذهب في الخرطوم حركة نشطة في مجال بيع الذهب خاصة المشغول، وقالت مصادر مطلعة أن هناك ارتفاعا كبيرا في حجم مبيعات وشراء الذهب والمجوهرات. يأتي هذا النشاط في بيع الذهب المشغول مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأشار اقتصاديون إلى أن ظاهرة بيع الذهب المشغول مرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تآكل مدخرات العديد من الأسر. ويشهد السودان أزمة اقتصادية خانقة أجبرت العديد من الأسر على الحد من عمليات الشراء إلا في نطاق الضروريات. وكشف صاحب محل مجوهرات عن ارتفاع حجم التعاملات في البيع والشراء بمبالغ كبيرة، ووصل عدد الجرامات إلى حدود 100 جرام في المعاملة الواحدة. أعلن وزير المعادن دخول شركات تعدين مجال الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري. جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، على شرف تكريم الشركات التي دخلت الإنتاج في النصف الأول من العام 2022. وأشار الوزير إلى أن وزارة المعادن ستعمل من أجل تذليل الصعاب وتهيئة المناخ لتمضي الشركات على طريق الإنتاج. من جانبه تعهد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول بتذليل مشكلة الوقوع لقطاع التعدين بشكل جذري ونهائي من خلال توفير احتياطي لا يتأثر بتقلبات السوق
عالمية. امتدح وكيل وزارة الثروة الحيوانية الأمير جعفر مشروعي المسح الوبائي لأمراض الحيوان وتسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود، وأشار إلى أنهما أسهما في زيادة إنتاج قطاع الثروة الحيوانية. وكانت وزارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قد دشنت سيارات لتعزيز قدرات مشروع المسح الوبائي لأمراض الحيوان الذي يموله الاتحاد الأوروبي. وكشف الوزير عن استقرار صادر الثروة الحيوانية وتصدير 48 باخرة إلى السعودية والأردن وعدد من الدول العربية. من جانبه تناول مدير برنامج المسح الوبائي لأمراض الحيوان دكتور نادر يوسف مساهمة البرنامج في القضاء على الوبائيات وتحسين سبل كسب العيش للرعاة والمنتجين بشرق السودان وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وولايات كردفان. هذا التدشين يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني في زيادة الإنتاج والإنتاجية، بالتأكيد أن هذا الأسطول الكبير الذي ينضم لقطاع الثروة الحيوانية بعزز مصادرات الثروة الحيوانية لأهميته اللي ممكن يكون بيعمل في مجال مسح الأوبع محاربة الأمراض العابرة للحدود. فنحن في وزارة الثروة الحيوانية زيادة الصادرات بتعتمد اعتماد أساسي على صحة وسلامة القطيع، فبنفتكر أن هذا الأسطول الكبير بنفتكر أنه إضافة حقيقية للثروة الحيوانية وإضافة للبنى التحتية الممكن بتعزز مصادرات الثروة الحيوانية. فنعتقد أن هذا المشروع ممكن يكون مشروع كبير جدا اللي هو تم بين حكومة السودان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لذلك احنا برضه بنقدم الشكر للاتحاد الأوروبي. أكد الاجتماع المشترك للجانب السوداني بغرفة الأعمال السودانية الليبية المشتركة ضرورة الإسراع بوضع خارطة برامج تنفيذية للغرفة المشتركة بما يمكن من تهيئة البيئة لتنشيط وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان وليبيا عبر خطة عمل يقودها القطاع الخاص بالبلدين. وأشار محمد أحمد الزين رئيس الجانب السوداني إلى أن الاجتماع بحث كذلك ترتيبات عضوية أو عضوية الجانب السوداني لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة للقاء نظرائه من رجال الأعمال بالجانب الليبي وعقد الاجتماع الأول المشترك لغرفة الأعمال السودانية الليبية بطرابلس لاستعراض فرص التعاون المتاحة في المجالات المختلفة. وأكد السفير الليبي بالخرطوم بالموافقة على فتح قنصلية للسفارة الليبية بمدينة الفاشر مبينا أن خطوة ستسهم في تنشيط تجارة الحدود وزيادة حجم التبادلات التجارية بين السودان وليبيا. أعلنت الشركة السودانية لنقل الكهرباء عن خروج محطة أم دباكر الحرارية الشبكة الغربية من مشكور حتى أبو زيد عن الخدمة بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى انهيار أحد أبراج الخط الناقل كافي 220 مشكور جبل أولية. ويشهد السودان نقصا كبيرا في الكهرباء، حيث تقوم شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن القطاع السكني والصناعي. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن العمل جاري في صيانة البرج بمشاركة المهندسين والفنيين والعمال بالشركة لاستعادة الخدمة للمواقع المتضررة في أسرع وقت ممكن. بعد الفاصل نتواصل معكم في الحدث الاقتصادي، وبعده حزمة من أخبار الاقتصاد الولائية. أهلا بكم مشاهدينا وإلى أخبار الاقتصاد الولائي. بحث المدير العام لوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور الماحي الشيخ محمد مع مدير الإدارة العامة للاستثمار والترويج محمد زكريا هارون بحثا سبل تطوير العمل الاستثماري بالولاية، كما بحثا كيفية معالجة السكن العشوائي وتطوير المشاريع الاستثمارية برئاسة المحليات، فضلا عن الترتيب لتسلم المدينة الصناعية. وقال مفوض الاستثمار بوزارة البنية التحتية مصطفى محمد آدم إن الاجتماع تطرق كذلك بالنقاش إلى الترتيبات الخاصة بعقد ورشة تدريبية جامعة تضم جهات الاختصاص كافة بالولاية لمناقشة الخارطة الاستثمارية لوزارتي البنية التحتية والمالية حتى يتسنى طرحه لجذب المستثمرين للاستثمار في المجالات المختلفة التي تساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية بالولاية. بحث مدير القطاع الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور محمد الشريف أحمد مع وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق أكبر فائدة للمزارعين.
وناقش الاجتماع كيفية تحقيق برنامج الغذاء العالمي أكبر فائدة لصغار المزارعين بولاية جنوب دارفور عن طريق شرائه الحبوب الغذائية للموسم الزراعي 2022-2023 بأسعار مرضية ومجزية وجاذبة للتجار من ولايات السودان الأخرى. وتطرق الاجتماع إلى خلق سوق أكبر للحبوب في دارفور وتقوية الروابط بين صغار المزارعين والتجار والقطاع الخاص، وذلك بحساب تكلفة الفدان. اطلع الأمين العام لحكومة ولاية القضارف بالنيابة عبد الله محمد جودو خلال إلقائه وكيل التخطيط الاقتصادي المكلف بوزارة المالية أمين صالح ياسين على الأهداف الكلية التي ترمي إلى تحقيقها بورصة السودان للسلع الزراعية بالاستفادة من أسواق المحاصيل بأنحاء البلاد، ومن ضمنها أسواق محاصيل القضارف، خاصة في مجال تحسين وتجديد تسويق المحاصيل بأنواعها وتحفيز المنتجين والمصدرين وحماية المنتجات وتعظيم دخل الأسواق. وأكد عبد الله محمد جودو أهمية البورصة ودورها في حصر المحاصيل الزراعية داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ووقف اللقاء على الخطوات التي قطعتها حكومة الولاية في سبيل قيام بورصة للمحاصيل بالولاية. بدأت بدنقلة فعاليات الملتقى التفاكري الأول بين المجلس الأعلى للسياحة وأصحاب المنشآت والأنشطة السياحية بالولاية الشمالية. يهدف الملتقى إلى تنمية وتطوير السياحة بالشمالية، واستمع الملتقى إلى ورقة عمل بعنوان أهمية السياحة وطرق تنشيطها وتشجيعها، وورقة أخرى تحدثت عن التسويق والاستثمار السياحي. وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسياحة بالشمالية أن المجلس يسعى من خلال الملتقى إلى تنمية وتطوير السياحة بالولاية وتحقيق شراكة فاعلة قائمة على أسس علمية واضحة وتبادل الأفكار. وأضافت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسياحة بالشمالية أن التحدي يكمن في تحويل إمكانيات ومقومات الولاية السياحية إلى خطط وبرامج ومشاريع عملية تساهم في ترقية وتطوير قطاع السياحة بالشمالية. تسلم المركز السوداني التركي لإنتاج النطف والتلقيح الاصطناعي بالمناجل اليوم شهادة الجودة العالمية آيزو. ولدى لقائه والي ولاية الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب، أوضح منسق وكالة التعاون التركية تيكا بالسودان بلال أوزدون أن شهادة الآيزو تمكن السودان من تسويق منتجات المركز من النطف داخل وخارج البلاد وفق مطلوبات الجودة والسلامة الحيوية. وأكد التزام وكالة التعاون التركية بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمركز إلى جانب تأهيل البنى التحتية للمراكز التوزيع بالولاية. من جانبه أكد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الطبيعية عبد المنعم خليفة أن شهادة الآيزو تعد إضافة حقيقية لمركز التلقيح الاصطناعي. تسلم مدير الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد حسن إدريس أجهزة حاسوب دعما للتعليم الفني، وأوضح مدير التعليم الفني بالوزارة أن هذه الأجهزة قد تم توزيعها بواقع جهازين لمدرسة أم درمان الصناعية بنين ومثلها لمدرسة أم درمان الفنية بنات، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة ستساعد كثيرا في التطبيقات المطلوبة وإنجاح الجوانب العملية، وبالتالي خلق كوادر مؤهلة ومسلحة بالعلم تخدم سوق العمل وتسهم في حل العديد من المشكلات وترفع سقف الاقتصاد الوطني. أطلق رئيس اتحاد المقاولين بغرب دارفور عمر عبد العال نداء لكل عضوية الاتحاد للمساهمة في عودة النازحين بالولاية الذين شردتهم النزاعات القبلية. وجاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع عقده اتحاد المقاولين وممثلي الغرفة التجارية مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو في الجنيرة. وقال رئيس اتحاد المقاولين بغرب دارفور إن الاجتماع بحث المساهمة في عودة النازحين. وناشد رئيس اتحاد المقاولين بغرب دارفور وجميع منسوبي الاتحاد وجميع السودانيين للمساهمة في إعادة النازحين بغرب دارفور من أجل تحقيق الاستقرار بالولاية. في إطار الاجتماع المشترك الخاص بعودة النازحين في ولاية غرب دارفور انعقد الآن اليوم الاجتماع بحضور ممثلي الغرفة التجارية واتحاد أصحاب العمل بولاية غرب دارفور، والاجتماع ناقش مشكلة ولاية غرب دارفور، المشكلة اللي بتتعلق بالنازحين وطريقة عودتهم ومساهمة الغرفة التجارية والقطاع الخاص لعودة هؤلاء الناس. وكلنا نعلم أن ولاية غرب دارفور عانت منذ فترة طويلة في صراعات كبيرة. شاكرين للإخوة من الوفد المركزي على مستوى قطاعات الدولة وبرعاية النائب الأول لزيارتهم ولجلوسهم مع كل القطاعات بطريقة
جيدة ورعاية كمية من المصالحات ومحاولة المساهمة الحقيقية في عودة هؤلاء النازحين. نحن كغرفة تجارية وكاتحاد مقاولين وكقطاعات تاع رجال أعمال في ولاية غرب دارفور نؤكد أن المسؤولية مسؤولية تضامنية، مسؤولية كلها، نناشد كل المنسوبين مننا بأننا نكون عضد وسون لعودة هؤلاء الناس. إقليمياً، أكدت الإمارات العربية المتحدة أن إنتاجها النفطي قريب من الحد الأقصى المخصص لها ضمن مجموعة أوبك بلس مع روسيا، مجددة التزامها بهذا الاتفاق، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة للحث على زيارة الإنتاج. وقال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي أن إنتاج دولة الإمارات الحالي قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية أوبك بلس، وهو 3,168,000 برميل يومياً. وتتعرض البلدان المصدرة للنفط أوبك وتحالف أوبك بلس مع موسكو حالياً لضغوط من القوى الغربية لزيادة إنتاجها لتهدئة الأسعار المرتفعة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. وبإمكان الإمارات إنتاج 4,200,000 برميل يومياً حسب طاقتها الإنتاجية القصوى المعلن عنها. تراجعت العملة التركية اليوم الثلاثاء مع استمرار الشركات في شراء الدولار لليوم الثاني، بعد أن فرضت قاعدة جديدة قيودا على تقديم قروض بالليرة للشركات الغنية بالعملات الأجنبية. فقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 73.5 في مايو والعام الحالي. ما زالت الليرة أضعف بواقع 18% رغم ما حققته من مكاسب. وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات التجارية، فضلا عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال. فازت شركة بي بي البريطانية بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينغ بريوت البحرية المصرية غرب البحر المتوسط، وتبلغ مساحته مساحة منطقة الامتياز نحو 2600 كيلومتر مربع، وتقع على عمق يتراوح بين 500 و2000 متر حسب بيان للشركة. وتمتلك بي بي 100% من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز، وهو ما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية. وتعد بي بي من أبرز الشركات النفط العاملة في مصر، حيث عملت في البلاد لمدة تزيد على 60 عاما. وتسعى مصر لتعزيز قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي والاستفادة من محطات التسييل لديها من أجل التوسع في تصدير الغاز المسال، خاصة إلى دول شمال المتوسط. افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية فعاليات الدورة التدريبية القطرية حول طرق إنشاء المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر. تهدف الدورة التي تستمر على مدى 5 أيام إلى تعريف المشاركين بطرق تطوير مفاهيم الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية ومكانة الخضر والفاكهة في التدفقات التجارية، تحديد مفهوم المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية، نظم ومناهج الاعتراف وتسجيل المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ والإطار المؤسسي لترميز المنتجات الزراعية في الجزائر، والمؤشرات الجغرافية واتفاقيات منطقة التجارة العالمية، سوق المنتجات الفلاحية المميزة ودور المؤشرات الجغرافية في حماية المعارف التقليدية، وبالإضافة إلى عرض مشروع ترميز زيت زيتون والتمور والتين المجفف. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية، احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة. وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي الذي يتمتع بنفوذ قوي للصحفيين إن موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق. أصاب الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد في 16 يونيو مظاهرة الحياة في البلاد بالشلل، فتوقفت المواصلات العامة وألغيت رحلات الطيران، وتأتي أحداث مواجهة بين الاتحاد وسعيد في الوقت الذي تستعد فيه تونس لبدء مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض لإنقاذ ماليتها العامة من الإفلاس في مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، منها خفض الدعم على المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.
أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية سوناتراك اكتشاف رواسب مهمة من الغاز المكثف في حقل حاس الرمل في صحراء البلاد. وأوردت سوناتراك في بيان أنها تمكنت من تحديد إمكانات مهمة جديدة في من المحروقات على مستوى رقعة استغلال حقل حاس الرمل، وأوضحت أن الاحتياطات المكتشفة تتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف. وأضافت الشركة الجزائرية العملاقة يشكل هذا الحجم من الغاز المكثف واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطات خلال 20 سنة الماضية. وتعتزم سوناتراك بدء استغلال هذه الاحتياطات في نوفمبر بإنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا. وتعد الجزائر أول مصدر إفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا. ويسعى عدد من الدول الأوروبية إلى تعويض واردات الغاز الروسي بشحنات من الجزائر. يختتم غدا الأربعاء في العاصمة الآذرية باكو مؤتمر وزراء السياحة في منظمة التعاون الإسلامي في دورته 11. ويركز المؤتمر على النهوض بالسياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أعقاب انخفاض عائدات السياحة الدولية الناجم بشكل أساسي عن قيود السفر وغيرها من الإجراءات واسعة النطاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وتشير التقديرات إلى أنه مقارنة بالعام 2019 تراجع عدد السياح الدوليين الذين استضافتهم دول منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة بنسبة 73%، وتراجعت إيرادات الدول الإسلامية من السياحة بنسبة 64% في العام 2020. وسيراجع المؤتمر التقدم المحرز في بعض المشاريع السياحية من قبل العديد من دول منظمة التعاون الإسلامي. بعد الفاصل أخبار الاقتصاد الدولية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا وإلى أخبار الاقتصاد الدولية. قال زعماء مجموعة السبع إنهم سينتظرون في خيارات منع شامل محتمل لكل الخدمات التي تتيح نقل النفط الروسي المحمول بحرا إلا إذا كان النفط يباع بأسعار تحت السقف المتفق عليه مع الشركاء وفقا لجزء من البيان الختامي. ودعا زعماء مجموعة السبع في البيان الذي صدر في اليوم الأخير للقمة المنعقدة في جنوب ألمانيا جميع الدول التي تشاطر مجموعة السبع الرأي إلى التفكير في الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا. أكد زعماء الدول السبع الصناعية الكبرى دعمهم القوي لفتح ممر بحري آمن في البحر الأسود لتصدير الحبوب من أوكرانيا، وتعهدت دول المجموعة السبع بدعم إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر دولي وخطة. ودعا الزعماء شركائهم ممن لديهم مخزونات غذائية كبيرة والقطاع الخاص أن يجعلوا تلك المخزونات متوفرة دون زعزعة الأسواق. ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي فيما تتعهد أو تهدد المخاطر التي يتعرض لها الإنتاج عالميا بمزيد من نقص المعروض في الأسواق قبل اجتماع تحالف أوبك بلس هذا الأسبوع لمناقشة الإمدادات. وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأجلة صوب 111 دولار للبرميل بعد ارتفاعها بنسبة 5% تقريبا عن أسعار الجلستين السابقتين. قال ستيفن إنز شريك إداري في شركة SBI Asset Management لإدارة الأصول إنه ما زالت أزمات نقص الإمداد الهيكلية قائمة دون حل، ويجب أن يتدفق عدد أكبر من براميل النفط إلى الأسواق حتى تتخفض الأسعار بصورة منتظمة وبنسبة معتبرة. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا هذا العام، رغم أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وضعت عقود النفط الآجلة على مسار أول انخفاض شهري منذ نوفمبر الماضي. أكدت وكالة ماديز للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد تبلغ 100 مليون دولار. ويأتي ذلك في عقب سلسلة عقوبات غربية أدت إلى زيادة عزلة روسيا بعد غزوها أوكرانيا. وقالت الوكالة في بيانها الصادر في وقت متأخر أمس الاثنين إنه من المرجح يتم التخلف بشكل إضافي عن سداد
قسائم مدفوعات مستقبلية. وأكدت وزارة المالية الروسية أنها دفعت الأموال بالعملة الأجنبية منذ 20 مايو، لكنها أقرت بأنها لم تصل إلى الدائنين لأن وسطاء البنوك جمدوا المدفوعات بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية. خسرت روسيا آخر طريقة لتسديد قروضها بالعملة الأجنبية بعدما ألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي استثناء كان يسمح للمستثمرين الأمريكيين بتلقي دفعات من موسكو. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البرازيلي جاير بولسنارو بأن موسكو ملتزمة بالمحافظة على مواصلة توصيل شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها الدول الزراعية العملاقة في أمريكا الجنوبية. قال بولسنارو إن الرئيسين عقدا محادثات هاتفية ناقشا خلالها الأمن الغذائي وانعدام أمن الطاقة دون إعطاء تفاصيل إضافية. وفي بيانه بشأن المحادثة قال الكرملين إن بوتين شدد على أن روسيا ملتزمة بالإيفاء بالتزاماتها لضمان توصيل الأسمدة الروسية إلى المزارعين البرازيليين من دون أي توقف. وأضاف البيان إن بوتين طلب إعادة هندسة التجارة الحرة للمنتجات الغذائية والأسمدة التي انهارت جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ردا على غزو أوكرانيا. تواجه بريطانيا في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون أكبر رياح معاكسة واجهتها منذ السبعينات، مما فاقم آلام الاقتصاد الذي ما زال يعاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتفشي الوباء. وبعد معاناتها من صدمات غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة، تستسلم البلاد لمشاكل أكثر صعوبة تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسلسلة من الإضرابات الضارة، فيما انخفضت ثقة المستهلكين، وهو ما حذر المحللون منه بأنه قد يؤدي إلى ركود وترك عمال السكك الحديدية وظائفهم بدافع الغضب من تدهور مستويات معيشتهم. أضرب المحامون الجنائيون وربما يتبعهم في ذلك المعلمون والأطباء. ويتوقع بنك إنجلترا المركزي تسارع التضخم مرة أخرى عندما ترتفع فواتير الطاقة في فصل الخريف ليصل إلى أكثر من 11%. في ختام الحدث الاقتصادي، هذه عودة لتذكير بأبرز عناوينه: ارتفاع كبير في واردات السودان من السلع والمواد الغذائية، شركة الكهرباء تعلن خروج محطة دباكر الحرارية عن الخدمة، مجموعة السبعة تتبنى خطوات صارمة لمقاطعة النفط الروسي. ختام، السلام عليكم ورحمة الله.